فضل الشيخ، على من يجب الصوم؟ الصيام يجب على المسلم المكلف، هذا هو الجواب على هذا السؤال، أن الصيام يجب على المسلم المكلف، والمقصود بالمكلف العاقل البالغ. نعم. المقصود بالمكلف العاقل البالغ، فلا يصح صوم الكافر ولا يصح صوم المجنون، ولا يجب الصوم على غير البالغ، بمعنى أن الصبي الصغير يشرع له أن يصوم، ويشرع لأهله لوالديه أن يعوداه على الصيام. يعوداه على الصيام. هناك أشياء في الحقيقة طارئة على المسلم تحرم عليه الصيام، لكن يجب عليه القضاء، مثل الصيام في الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يحرم على المرأة أن تصوم حال حيضها وحال نفاسها، ولكنها إذا جاءتها العادة في رمضان أو جاءها النفاس في رمضان وجب عليها الفطر. نعم. وجب عليها القضاء بعد ذلك. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للكافر إذا أسلم في أثناء النهار، الكافر إذا أسلم في أثناء النهار جمهور أهل العلم يرون أن عليه القضاء. نعم. يمسك بقية اليوم ثم يقضي هذا اليوم، ولكن هناك رأي لبعض الفقهاء، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه إذا أسلم أثناء النهار، بالنسبة للكافر إذا أسلم أثناء النهار وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يقضي، قال لأن الحكم يتبع العلم، وقالوا أيضا بأنه لم يكن مكلفا أول النهار، وإنما كلف وسطه، كلف وسط النهار، فما سبق من الوقت من وقت النهار لم يخاطب فيه بالصيام، وما بقي من الوقت الذي شهد فيه الشهادة التي أدخلته في الإسلام يجب عليه أن يمسك فيه وأن لا يقضي. وهذا الحقيقة القول هو الأقرب إلى الصحة، وهو الذي يتفق مع النصوص الشرعية ومع مقاصد هذه الشريعة. كذلك البالغ، قالوا الصغير إذا بلغ. فإذا بلغ الصغير أثناء النهار، بمعنى أنه احتلم ظهرا، كان نائما وقت الظهيرة ثم استيقظ الصغير فإذا به قد احتلم، هنا بلغ، إذن كلف في هذه اللحظة. جمهور أهل العلم يرون بأنه يمسك بقية اليوم، ولكن قول أهل التحقيق الذي ذكرته قبل قليل لا يرون عليه القضاء، يجب عليه الإمساك ولا يقضي، بخلاف الجمهور قال يمسك ويقضي. نعم. يمسك ويقضي. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم بعد نظر وتأمل أنه لا يجب عليه القضاء، لا الكافر الذي أسلم أثناء النهار، ولا الصغير الذي بلغ أثناء النهار، ولا البنت التي حاضت أثناء